وارد عندك وانت بتشتغل يكون في حاجة، في اكسبشن بيظهر معاك، تمام؟ ف علشان اتدارك الاكسبشن ده بعمل حاجة اسمها اكسبشن هاندلنج، ودي حاجة مهمة جدا، تمام؟ الاكسبشن هاندلنج ده بس بعمله باستخدام حاجة اسمها تراي كاتش. طيب تعال نشوف الكلام ده في الفيجوال ستوديو. لو انا مثلا عندي انتجر، والسكرين مش بس باينة عندي، مهندس بس الشاشة مش مبينة. اوكي، انت ما شفتش السكرين من الاول خالص؟ حس شفناها. أيوة من هون. تمام. طيب نعيد تاني سريعا، اهم حاجة بالنسبة